أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج نفسنا. برنامج نفسنا برنامج النساء الأول في مصر والوطن العربي و كوكب الأرض كله. موضوعنا النهاردة أكاذيب وخداع الخطوبة. لما نتكلم عن الخداع يبقى ما نسألش غير صحاب الأمر. هنبيع مية في حارة السقايين، نتكلم على الخداع، نسأل بدرية. الناس بتكذب عمالة على بطال، تلاقي الناس كلها ماشية مناخيرها طويلة، لأن اللي بيكذب مناخيره بتطول، كله ماشي بمنقار. يعني لا، ما نقدرش نقول إن كل الناس بتكذب، في ناس ما بتكذبش. فترة الخطوبة كله في فترة الخطوبة بيكذب، بيمثل، يعني بيتجمل، تمثيل يندرني لا أكذب ولكني أتجمل. بيتجملوا شوية، مع أن لو كل واحد فيهم بقى على طبيعته قوي هينجحوا أكتر. يا عيني كانت نقطتك صح، كنت هتقولي يا صح. لو اتكلمنا عن أكاذيب الخطوبة، يعني أنا هتكلم دلوقتي، دايما البنت تقول للولد اللي خطبها، تقول له إيه؟ أنا عمري ما عرفت حد قبل منك، حتى الشباك ما بصيتش منه، بير السلم كنت ببص له من بعيد كده، أخاف حد يقول لي أنت إيه نزلك بير السلم، عارف عمري ما ركبت العربية مع حد غريب، ما ركبتش حتى مع خالي، ما ركبتش مع عمي، دايما أركب، يعني أقول لك ما بختليش بحد في الأسانسير، أخاف أركب أطلع على رجليا، عشان أخش الأسانسير في واحد فجأة الأسانسير يفتح تشوفني تقول معاكي واحد في الأسانسير، طول عليا إيه؟ ما بحبش حد يتكلم عليا. بس ده عادي يعني. كنت بخاف عليك وحافظ على نفسي قوي قوي قوي. وبعدين ما كنتيش بتبصي من الشباك، كنتي بتبصي من البلكونه كلها. انا بصي ما فكيتش ضفايري لحد دلوقتي، هفكها معاك. ضفايرك هتتفك معايا؟ عمري ما كتبت مسج لحد ولا بعت حاجه الواتساب ولا اي حاجه، ولا فتحت الانستجرام ولا فتحت الفيسبوك. ايوه انت اول راجل اعرفه في حياتي، اول حاجه مذكره تخش حياتي. يعني انت حبيبتي كده فعلا زي ما بتقولي؟ يعني حتى اسال ماما وخالتي والجيران. لا الجيران حكولي. ايوه بس فعلا هي الست بتكذب او البنت بتكذب اكاذيب من نوع مختلف عن الاكاذيب اللي بتكذب. ما سلمتش على راجل اساسا. ما الراجل ما ينفعش يقول كده لو ما حطيتش ايدي في ايده اساسا، مستنيك عشان احط ايدي. وهو في رجاله بتصدق الكلام ده النهارده؟ وهو في بنات بقت تقول كده يعني النهارده؟ لا ما بتقولش كده قوي، بس بتقول ما بتحكيش او تحاول تخبي او تداري لو اتسالت عن الواد اللي عرفتهم قبل كده، او تقول لك دي كانت صداقه عاديه او علاقه سطحيه. ده هو اساسا قبل ما يعرفها كان شايف صورها مع اللي هي كانت تعرفه او اللي كانت مخطوبه له قبل كده، هي عايز تقنعه انه ما كانتش مخطوبه. مش وهو عايز يقتنع. هو عايز يقتنع. بصي هو عايز يمشي الجوازه ومبسوط وبيحبها بس كده، وما كانتش الكذبه دي ما انا عارف. وين وين سيتويشن؟ طب ما تقولي له. لا وتقول له ليه؟ لا وهو ولا هو من ولا هو يسالها صح. ايه قبله؟ صح. ولا هي تساله ايه قبلها؟ أيوة. انا عرفنا بعض يبقى نفتح صفحه جديده. يبقى انا عمري ما قابلت راجل. كلامك لا ما تقوليش. لا مش لازم يعرف، مش من حقه يعرف خلاص. مش لازم تقعدي تدعي حاجه وتطلعي في الاخر كذابه. بالظبط. لو اتسالتي المفروض تردي تقولي مالكش دعوه بحاجه، دي حياتي اللي قبل كده. رد اقول له مالكش دعوه عشان يظهر يطفش. يطفش في 60 داهيه. ازاي مش من حقه يعرف؟ يعني يبقى عارف للمعرفه بس. ليه ليه؟ انما يعني ياخد الموضوع زي ما انت قلتي صفحه جديده. ما هو مش بياخدوه صفحه جديده للاسف. هما بيحسبوه عليها. بيحسبوه ان هو اتحسب عليها. زي ما كده في بنات تقول لك اصل اتحسب عليا واحد، يعني ايه اتحسب عليكي واحد؟ ما هو نصيب ما حصلش وحصل معاك. وحصل معاك خلاص، فتحنا صفحه جديده مع بعض، نبتدي مع بعض. المهم ان انا ما اعرفش حد عليك، احترمك، اصونك، ده اللي ليك عندي، لكن مالكش ان انت تعرف قبل كده كنت صح. بالنسبه لخداع الخطوبه، في حاجه مهمه جدا بتتقال من البنت، وسؤال او كذبه دايما بتتقال، يعني هي بتسال عشان عايزاه يكذب عليها. حبيبي هو انا تخينة ولا قوامي ممشوك؟ ده انتي قمر، يعني ارفع انتي واحدة في وزنك المثالي. هي على فكرة ممكن تكون مليانة. لا وزنك المثالي ده طولك. بس هي معنى. مش متقبلة ان هو يقول لها غير حاجة، غير حاجة واحدة بس. انتي زي القمر او زي ما انا عايز. انتي ده انتي البرفكشن كله، زي ما الكتاب قال. انتي ده انا بحب النوع ده، انا بحب الشكل ده، انا بحب المدملكين. لان هو لو فكر يقول الصراحه يعني هيتكسر على دماغه زير. المهم من خداع الخطوبه برضو اللي البنت بتعمله على الولد طول الوقت، ان هي بتقول له اصحابك دول لطاف قوي، انا بحب اصحابك قوي، ما عنديش مشاكل مع اصحابك خالص، لا عادي عادي انا احب يبقى عندك حياه اجتماعيه. توتو موتو لطاف قوي.
توتو وموتو لطاف قوي. بتحبيهم يا روحي؟ وسوسو ومومو واسماعيل بتاع الدقي يجنن ده لذيذ قوي قوي الولد ده. يا ريت تفضلوا مع بعض على طول. كوميدي جدا. ومحمد كان معاك من ايام المدرسه؟ تحبيه؟ ومحمد كان معاك؟ لا محمد. لا بحب محمد اكتر. بتحبي محمد احمد ولا محمد؟ شلتك كلها بجد والله. يا ريت يعني انت ما عندكيش اي مشاكل، انا عندي اصحاب كتير. بالعكس ده علاقتك بيهم، ويا ريت كمان نحضر افراحهم ونبقى بعد كده كابلز 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 كابلز. يعني لو نزلت معاهم خرجت رحت جيت ما فيش مشكله، انت متفاهمه؟ واو. لو عايز تعزمهم بعد كده في عيد ميلادي او لو احنا رايحين نتعشى بره يا ريت. بجد. طب لو خرجت معاهم لوحدنا ما فيش مشكلة؟ لوحدك؟ عادي عادي مع اصحابي. ما عشان بنقعد نلعب استيميشن وبنلعب بلاي ستيشن واي حاجة فيها سيشن بنعملها. عادي طالما انت مع اصحابك اللي انا اعرفهم وكده وانا اتعرفت. اوكي يعني واي نوت؟ واي نوت؟ بس في كدبتني في موضوع الصحاب ده على فكرة. بس ده بتبقى كارهاهم ومش طايقة اللي خلفوه مستنية اليوم اللي تتجوزوا فيه عشان خاطر تقطع كل العلاقات دي. فترة الخطوبة دي بتكون العلاقة لسه في أولها وبيكونوا لسه بيتعرفوا على بعض. أكيد كل واحد عايز يفرض رأيه وكل واحد عايز يبين إن هو الصح. إيه علاقة ده بعلاقة الكذب في الخطوبة؟ إن أنا ممكن يكون عندي وجهة نظر، الست عندها وجهة نظر والراجل عنده وجهة نظر أكيد مختلفة، بس هي مش هتبين، هي هتبقى صايعة. هتحاول تعمل إيه بقى؟ بلاش كلمة صايعة عشان مستوى البرنامج أرقى من كده بكتير. هي هتبقى صايعة. لا صايعة بقك ده قضية. اوكي هتقعدي فيها 3 شهور. هي هتبقى صايعه ماشي، تبقى صايعه كتير ذكيه. اوكي صايعه تاني. وبعدين على فكره مش معقول، على فكره دي النقطه بتاعتي على فكره انا بتكلم فيها. لا انا بكلم محامي، انا عارفاه يعني في محامي انا عارفاه بالمسطره. طب نشوف الخطيب ونرجع. يلا نشوف الخطيب. فين يا جماعه الضيفه؟ الضيفه في الضيف. مساء الخير. مساء الطعام. مساء العسل والحلاوه. ماشي ابراهيم اقعد اتحرك. ماشي. انت شايف بنضارتك دي؟ شايف، ربنا يسهل. قول لي ايه هي اكاذيب الخطوبه؟ مش عارف بصراحه. جربت الخطوبه؟ لا ما جربتش. اكيد هتجربها ازاي بالشيرز اللي انت لابسه ده؟ وانت سقعان كده في جورنان تحت البتاع ده؟ لا ما فيش جورنان. بجد؟ لا طيب. لا هي كتير. زي ايه مثلا؟ مامتك وباباك غايبين قوي وانا بحبهم جدا. طبعا ده كده. ده في الاول كلام. لا كلام. بعد كده انا زعلان من مامتك في 1 2 3. ما كانوا طيبين من شويه مثلا. مامتك وهي بتقول لي انت لابسه له ازاي كده؟ اسمها ماما ست كبيره هنعمل على المعلقه. مش مشكله عادي نفوت. كله لابوك امك. طبعا كله لابوك امك. الام والاب. لا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. كله لابوك امك يا ابراهيم. طبعا اكيد. خطيبتك مش هتقعد لك يا ابني. طبعا. ولا مراتك هتقعد. ولا اي حد. ولا عيالك. لكن كله لابوك امك. ليه مثلا تقول له انا مش نكديه؟ دي مصيبه كبيره. هي سورس النكد. دي مصيبه كبيره. كانوا بيدوا لنا النكد سكوب. في الفطار كده سكوب مثلا. عادي يعني في حاجه مثلا بنتناقش فيها ممكن اقول له ايه قولي وانا مش هزعل وبعد كده اقلبها نكد بقى وزعل وحاجات كده. كدبه من الاكاذيب. ان هم بيبانوا ان هم صرحه جدا وكده بقى. خد الباسورد بتاع ال خد كله وبيبقوا عاملين واحد تاني اصلا. بالظبط بالظبط. تيجي تقول لي انا بحب ابوك وامك في الاخر تيجي تقول لي في الاخر مش نافع علشان تلعب بتحاول عليا. في الاول قلت لك انا بحب ابوك وامك جدا بقى. متتخيلش. والكيكه تتقدم بالظبط كده وراح جاي بالظبط كده. وفي الاخر طلعت ولا اي حاجه من الكلام ده. لا انا عايز اشبك بكذا عشان بنت خالتي مش عارف جابت ايه. هي كذبه اصلا. بنت خالتها اصلا ما جالهاش الكلام ده. بنت خالتها اصلا مخطوبه اصلا بدبل قش. عايز كذب تاني؟ واديني الكذب. اديني فيك. انا احب الكذب بتاع الخطوبه. تيجي تحور عليك مثلا تقول لك ايه انا مش مصرفه. تيجي مثلا تيجي تقعدوا في كافيه. لا نقعد في الكافيه ده ليه؟ ده غالي. وهي اصلا بعد الجواز كل ده اصلا انت عمال تحبها. الله انت عمال تتسحل معاها. حريصه على فلوسي. عمال تتسحل بقى. بتجيب رجلك جامد. عموما يعني لا مش بحب امثل. ما مثلتيش؟ لا ما مثلتش. هو دوب بس كدبت كام كدبه كده في الاول. يعني خفيف. خليك اسعد واحده في الدنيا بقى والجو ده. ازاي هخليك اسعد واحده ازاي؟ شوكولاتات وش الجو بتاع البنات ده. بفلوس يعني؟ حاجه كده. الفلوس مش كل حاجه. طبعا في حاجات تتقال وما تتحسش. طبعا طبعا في حاجات تتحس وما تتقالش. طب انت حسيتي بالسعاده دي قبل كده مثلا ولا كانت اكاذيب؟ لا اكاذيب كلها. كلها اكاذيب؟ والله. ولا يوم سعاده؟ لا ولا يوم. ولا ساعه سعاده؟ ولا اي خرج. ولا اي حاجه؟ ولا بوسه؟ ولا اي حاجه. البنات شايفه انه الولاد هم اللي بيكذبوا في الخطوبه، والولاد شايفين ان البنات هم اللي بيكذبوا كتير قوي، لكن انه ما طبيعي كل واحد فيهم بيحاول يتجمل على قد ما يقدر. الاثنين بيكذبوا. الاثنين بيكذبوا مش هنكذب يعني. هم الاثنين الراجل بيكذب والست بتكذب وكل واحد بيكذب بطريقته. صح. يعني تعالوا نروح نشوف سؤال الجمهور ونرجع مره ثانيه.
فتره الخطوبه ايه الكدبه اللي كدبتيها وما عملتهاش بعد ما اتجوزتي؟ هو انت لسه مستمره في الكدبه؟ ان انا يعني هطبخ كل يوم وهعمل كل يوم صنف اكل مختلف ومش هناكل اكل بايت خالص حتى لو الحله كانت كده فاضيه فاضله يعني. لا سيب الباميه سيبها، لا لا نعمل ملوخيه وبعدين الحاجات الصعبه جلاش مكرونه بالبشاميل خرشوف محشي مش عارفه تورلي ايه، كل الصعب هيتعمل كل يوم. عايزه اعرف الجرأه دي كنت جايباها منين؟ يعني ده حصل فعلا ايام الخطوبه، حصل جامد يعني ان فعلا كنت بحضر من بالليل الاكل عشان اقعد اصحى اقعد اعمله طول النهار عشان يجهز على الساعه 3 3 ونص 2 تقريبا، يعني نص المجهود ده او ربعه حصل بعد كده في الجواز. نص نص نص. الكذبه اللي كذبتيها؟ اني اجيب اربع ولاد ولدين وبنتين، جبت البنتين وشحرت. طبيعي. حلفت ما جبت. وعندك حق الصراحه. لا وانت واحده بولدين. يا يعني مش واحده معينين تاني ايا يكون. لا انا كنت مسمياهم. ليه هتدوسي على زرار التك ولا التك بس؟ احلام بقى. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا. نامت مننا. مسك ورد رايح فين يا عبيط؟ انا بس رايح لخطيبتي. بقى اتعودها من دلوقتي على الورده، هتشبط في الورد بعد الجواز. لا احب قوي العلاقات دي. فلما كبرنا بقينا اخوات قوي اصحاب قوي، دايما ما بيخش يصحوني من النوم. حلو قوي، كويس قوي ان انت بتلاقي حد يصحيك. دي كذبه مضحكه، لان الستات كلها النهارده والبنات بالذات بالاخص بتعتبر ان الجواز صفقه، هكسب منها ايه وهاخد من وراها كام وهعيش منها ازاي؟ ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه بنكمل حلقتنا من برنامج نفسنا، وعرفنا ايه هي خداع الخطوبه، لقم الخطوبه، هطل الخطوبه، نفسنت الخطوبه، نفسنت الخطوبه فعلا، نفسنت العالم كله. وعرفنا ان الرومانسيه اللي بتتقال كتير قوي في الخطوبه اللي هو لو حد طلع بورد كده ماسك ورد رايح فين يا عبيط؟ انا بس رايح لخطيبتي. بقى اتعودها من دلوقتي على الورده، هتشبط في الورد بعد الجواز. طب اعمل ايه؟ ارمي ده في الزباله دلوقتي؟ ارمي ده في الزباله بس. بص اطلع كده بطولك بعلبه سجايرك بموبايلك وقول لها نسيت، بس وانا داخل برضو طب حتى علبه جاتوه ما تعودهمش انك صريف وما تعوداش انك رومانسي. اي واحده في الخطوبه بتحس ان الدنيا ورديه وهتفضل ورديه وطوبه ذهب وطوبه فضه وان الحياه تستمر كده على طول. هو مش هو اللي كذب، لا هو الفكره نفسها الكاذبه. لا بس عادي يعني انا حبيبي غير انا واثقه في نفسي طبعا. لا كلهم اخواتك. هو واثقه فيك. انا واثقه فيك. انا عايزه اقول لك ان انا وجيراني البنات من واحنا صغيرين دايما بنصيف مع بعض في راس البر. الله. بناخد فيلا واحده كلنا نقعد فيها. الله احب قوي العلاقات دي. فلما كبرنا بقينا اخوات قوي اصحاب قوي، دايما ما بيخش يصحوني من النوم. حلو قوي، كويس قوي ان انت بتلاقي حد يصحيك. بس ما فيش بيني وبينهم اي حاجه احسن تغيري. اغير ايه؟ ايه ده؟ وما يتعود انا اذاكر معايا تذاكر معايا، حتى اختها الكبير بتذاكر لنا ساعات، اختها الصغيره ياما راحت معايا النادي، كانت معايا في نفس الفريق بتاع الباسكت. الله ايه العلاقات الحلوه قوي 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 انتي. مش عايزه اقول لك ماما بتعتبرهم هم اخواتي البنات، يعني كان الثلاثه دول اخواتي انا بالظبط. حلو قوي حلو قوي حبيبي، ومن حقك كمان صديقاتك اوعى تتنازل عنهم وتبصي تلاقي عامله له مخبرين. شوفوه راح فين جه منين ويقعدوا يعني يقعدوا له تحت البيت وتحت السرير. لا وكل ده بيتغير بعد الجواز. يعني صاحباته اللي كانوا لطاف قوي ما بتغيرش منهم خالص، ما فيش منهم مش اي مشكله بقى لازم تقطع علاقتك بيهم. يا ولهم مش هشوفهم تاني. يا سواد ليلي ومجرات دول اللي هي اللي هو حكى عليهم اللي متربي معاهم، يا ويلهم لو دخلت البيت لقيت جاره منهم قاعده على الانترين. لا هم عزلوا اصلا. عزلوا، هو هتيجي تقتلهم. ما عنديش انا كدبه ولا بس، احنا كنا واضحين قوي. نوع تاني من الاكاذيب بقت مضحكه جدا جدا جدا، كنا لسه بنقول ان هي مش موجوده اصلا يمكن دلوقتي على الساحه النسائيه، ان البنت تقول انا ما يهمنيش الفلوس، انا بحبك ومش مهم انت ايه، غني فقير، كنت غني وافتقرت، انا انسانه مش مديه خالص، والاب والام يخشوا يقولوا احنا يا ابني بنشتري راجل.
طبعا الجملتين دول المعتادين اللي بنسمعهم زمان وكانت الست بتعنيهم والاهل بيعنوهم فعلا ما بقوش موجودين النهارده. بقت الست ممكن تقولهم عشان توري انها انسانه مش ماديه وانها عاطفيه وانها بيهمها الحياه الاسريه اكتر ما بيهمها الماده. والفيلم العربي ده القديم الابيض والاسود ده مش حقيقي خالص، دي كذبه مضحكه، لان الستات كلها النهارده والبنات بالذات بالاخص بتعتبر ان الجواز صفقه، هكسب منها ايه وهاخد من وراها كام وهعيش منها ازاي. والاب والام عايزين يطمنوا على بنتهم، مش عايزين بقى وجع دماغ، مش عايزين بنت بعد ما تتجوز ترجع لهم تقول لهم هاتوا ودوني ومصاريف المدارس والعيال مش لا مش قادره وعايزه اجيب مش عارفه ايه للواد ده وعايزه اجيب ايه للبنت دي، لا عايزين يرتاحوا. فاذا فكره بشتري راجل او انا ما بيهمنيش الماده دي كذبه محروقه مش كذبه عاديه. ده حقيقي، ده حقيقي. وفي الاخر هي اللي بتندم، لان هي ممكن تاخده غني او تاخده مقتدر لكن شخصيته فيها حاجات مش عاجباها، وبعد كده ممكن جدا بعد الجواز ان هو يخسر طبعًا الفلوس دي طبعًا. هتبقى اتدبست في الشخصيه. اخدتي القرد خدوهم فقرا يغنيكم ربنا، لو اخدتي القرد عشان ماله راح المال وفضل القرد على حاله. على حاله مظبوط. معقوله يعني تفتكر ان لو في كذبه كتبت عليا وقت الخطوبه ولقيت نفسي بعد الجواز لابسه هقولها؟ طب ليه كده مين قال لك كده؟ لا معلش ما حصلش اي حاجه من دي، كله كذب. الكذبه اللي كذبها عليا في الخطوبه ولقيت نفسي بعد الجواز اتخضيت يعني ان دي كانت كذبه، ان هو هيكون موجود على طول وانه هيحاول ان هو يقضي وقت كبير معايا، لكن طبعا بعد الجواز اكتشفت ان دي كانت كذبه. يلا بقى نشوف عليه عامل لنا ايه مع الجمهور في الشارع ونرجع تاني، استنونا. الموضوع لقيتنا النهارده بنقول ايه اكبر كذبه كذبتيها على خطيبك وقت الخطوبه؟ ان انا ما بنامش كتير. ان انت ما بتناميش كتير. بحب النوم كتير. وهو اتفاجئ بقى وصحي اتصل عليا انت فين؟ كنت بغسل مواعين. كنت بساعد ماما، كنت في السوق، بعدين اكتشف ان صوتك ماله متغير كده ليه؟ بصراحه كنت نايمه. يا نهار ابيض. وبقى الموضوع متكرر كل يوم بقى. كل يوم. بقت مشاكل بقى بسبب النوم. ليه؟ عشان انا بنام وقت ما هو بيصحى وبس هو بيصحى وقت ما انا بنام. نومك متلخبط. طب تلاقي الاثنين المخطوبين قبل ما يناموا بيتكلموا مع بعض في التليفون، حبيبي هتنام وانا كمان هنام. جو رومانسي وكده خيالي لكن انت بالنسبه لك هو يصحى انت تنامي. هو ينام انا صاحي قاعد. يعني انا اكلمه بس عشان اكذب عليه. كناش بنكلم بعض كتير. ليه؟ في مشاكل بينكم؟ عشان المشكلة دي. طبعا ده ما يمنعش ان بس انا اللي كنت بكذب وهو برضه. هو كان بيكذب؟ كان بيعمل ايه؟ قولي طلعي اللي جواك. يعني زي ما بكون فاتح الفيسبوك او بتكلم مين؟ بكلم ابن الجيران، بكلم صاحبي في الشغل، بنت خالي، بنت عمي، بنت مش عارفة. كلها قرايبه. كل البنات قرايبه فجأة. ده انتوا عيلة كبيرة بقى. ما تعرفنا بيهم. هو تلاقيه جوه جروب اصلا بتاع بناته بيبدل. ده جروب راح لحاله، راح لحاله. لا هو الخسران والنبي انت اللي خسران والنبي قمر البت عيني. قمر. طب اقول لك وقت بقى ما تتخطبي. فاهمة؟ ممكن بقى تغيري فكرة الكذبة بتاعتك بتاعت اكاذيب الخطوبة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. هي مش كذبة، هي كذبة بيضة. من عارف بس بنسميها برضو كذبة. اللي انت بتقولي نايمة وانت مش نايمة، انت صاحية وانت كنت نايمة. انت بقى ممكن حد يجي بقى يخطف قلبك لدرجة ان انت نومك وتلاقي نفسك قاعدة ايه مسحورة كده، فتلاقي مثلا تغيري نومك بقى، هو ينام 11 تنامي 11، يصحى 7 تصحي له 7. ده انا اصحي له الساعة 5 الفجر. الله قوم يا حبيبي. الرجاله بتكذب والبنات بتكذب وكلنا بنكذب، وفي الاخر احنا عايزين بعض فبنصدق الكذب. وفتره الخطوبه وبعد الخطوبه وحياتك وقبل الخطوبه ووقت الجواز ودايما بنكذب. ودايما بنكذب ونتجمل. يعني ان الفرق فتره الخطوبه ان لما حد بيكذب على حد ففي وقت وفي فرصه ان نخلع، لان مش حابه كذبك. لكن في الجواز لما يحصل نفس الكذب بنلبس. مفيش بقى مفيش خلعان هنا. مفيش خلعان. في حمل وفي عيل واحد عيل اتنين. بس بجد والله مفيش احلى من الصراحه عشان نبقى بعد كده مرتاحين. بالظبط. يعني انا كده والحياه كده والظروف كده. صح. وانا ما كنتش اعرف ان انا هعرفك فحصل كذا كذا كذا. بالظبط. انت حابب تكمل معايا
انا تحت امرك، مش حابب في حاجه يعني قبل شكرا كده. لا، ان هي عرفت حد، ان هي ارتبطت بحد، ان هي لسه مثلا في دماغها خطيبها اللي فات اللي هو سابها، في ظروف عائليه برضو ما فيهاش حاجه بتقولها. انا والله أهلي مش قادرين او مش مقتدرين عشان عايز انت تكمل الجواز، انا معاك وهستناك. في صراحه بتبقى مريحه بعد كده وبتعلي الاثنين في نظر بعض. صح صح. عامه تعالوا نروح الفاصل وهنرجع مره ثانيه عشان فقره الضيف. معانا النهارده ممثله موهوبه جدا، عملت ادوار كتير واشتغلت مع نجوم كبار مهمين، ما بيهمهاش قوي الدور كبير ولا صغير. الفرق ما بين الاذاعه، التمثيل في الاذاعه والتمثيل في الحقيقه. ايه اكتر حاجه بتشدك في الراجل بمناسبه احمد عز؟ هي كل سفريه تجيب هدايا وتوزع على الناس تكسب رضاهم. عشان تكسر عينهم. وشايفه مش عايزه اقول جبتي لي ايه؟ جابت لك ايه؟